السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola أو كل شيء مع لولا. أتمنى أن تكونوا بألف خير وفي أحسن الأحوال. وكعادتنا كل يوم اثنين وصفة طبيعية. وصفتنا لليوم هي مقشر طبيعي بمكونات طبيعية متواجدة في جميع البيوت، بمكونين هما العسل والسكر كما رأيتم في خانة الوصف. مقشر جميل جدا ورائع جدا ونتائجه مذهلة بإذن الله. كالعادة قبل أن أترككم مع الوصفة وطريقة التحضير وكيفية الاستعمال وكذلك مجموعة من النصائح، أدعوكم أن لا تنسوا اشتراك الفيديو مع الأصدقاء والعائلة إذا أعجبتكم الوصفة وحصلتم على نتائج مرضية. كذلك لا تنسوا الضغط على الزر أعجبني لايك، فهذا يحفزني على إعطاء المزيد دائما. كذلك إذا لم تكونوا مشتركين في القناة أدعوكم للاشتراك، فهكذا سوف تتوصلون دائما بجديد القناة. والآن قبل أن نمر إلى المقشر، يعني قبل عمل أي مقشر أو أي ماسك، فمهم جدا أن تكون البشرة نظيفة. فممكن أن ننظف البشرة يا إما بالغسول اليومي الذي نستعمله، أو من الأفضل استعمال حمام بخار للوجه. كيف سنقوم بعمل هذا حمام البخار؟ نأخذ ماء مغلي ونقوم بوضع فيه كمية من الخزامة إذا أحببتم، يعني إذا كنتم تفضلون رائحة الخزامة. ونقوم بأخذ فوطة ووضعها على الرأس بهذه الطريقة ونتركها مدة 15 إلى 20 دقيقة. بالنسبة للمقشر سوف نحتاج ملعقة كبيرة من عسل النحل، فنضيف إليها ملعقة كبيرة من السكر الخشن أو السكر الأبيض. سنقوم بمزج العناصر مع بعض جيدا وبعد ذلك نستخدم المقشر. مهم احترام الكميات، يعني الكمية لازم تكون متساوية. بعد خلط المقشر نقوم بوضعه على الوجه بهذه الطريقة، يعني نقوم بوضع من الداخل إلى الخارج ونستمر في وضع القناع. بالنسبة للأشخاص الذين يسألونني دائما على احتفاظ بالمقشر أو الماسك أو أي وصفة طبيعية، فأنا أفضل أنه الوصفة الطبيعية أن نحضرها يعني في الوقت اللي سوف نستعمله فيها. أما إذا كانت هناك كمية كبيرة أو ليس لديكم الوقت لتحضيرها، فممكن الاحتفاظ بها بالثلاجة. إذا كانت تحتوي على العسل، فالعسل يقي من تكون أو التعفنات والجراثيم. إذا لم تكن تحتوي على العسل، فالمفضل أنه نضيف ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي، أو ممكن استبدال عسل النحل الطبيعي بزيت جنين القمح بالفرنسية ويل دو جيرم دو بلي باللغة الإنجليزية لا يعني لا أدري. فنستمر بوضع المقشر في بهذه الطريقة. بالنسبة للنصائح، أهم نصيحة شرب الماء كما قلت. ثاني كما أقول دائما، يعني أن الماء مرطب طبيعي للبشرة، المقشر يحتوي على العسل والعسل مرطب كذلك طبيعي للبشرة. فالنصيحة الثالثة، يعني بعد وضع المقشر نقوم بعمل حركات دائرية بهذه الطريقة. نحتفظ بالمقشر، يعني نستمر في وضع في هذه العملية لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، بعد ذلك الماء الفاتر أو البارد. ممكن استخدام القناع من مرة إلى مرتين أسبوعيا. فكانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. شكرا على المتابعة، دمتم لنا أوفياء والسلام عليكم.